السلام عليكم، نتمنىكم بخير وعلى خير وبصحة جيدة البنات. بداية أسبوع موفقة للجميع، نتمنىكم تكونوا على ما يرام. اليوم وصفة اليوم هي واحد الكيك التركي، كيكة الحليب التركية ولكن بالكاكاو، يعني بالشوكولاتة هاد المرة، ماشي غير بالفاني. كتجي رائعة البنات، معلكة ومشربة ومسقية، يعني أي حاجة قلتها عليها ما غتوفيهاش حقها حتى تجربوها البنات. فجربوها وردوا عليا الخبار، فأنا ما كنزلش معكم شي كيك إلا ولا كان يعني راه عاجبني 100%. فإلا عجبكم الفيديو ديال اليوم ما تنسونيش من لايك، اشتركوا في القناة اللي باقي البنات جداد اللي باقين يلا دخلوا معنا، كنقول لكم مرحبا بكم. ومرحبا بكم أيضا البنات في صفحتي عبر الفيسبوك شهيوات أم العربي، راه حتى هي كنزل فيها دوزو المقادير وطريقة التحضير بإذن الله. 3 ديال البيضات، كاس ونص ديال السكر، كاس ونص ديال الحليب، جوج معالق كبار ديال بودرة الكاكاو المر، جوج صاشيات ديال الفاني، جوج صاشيات ديال خمارة الحلوى، يعني هنا 14 غرام وهنا 14 غرام، كاس الا ربع ديال زيت المائدة، وغادي نحتاجو تقريبا 4 الكيسان ديال الدقيق الابيض دائما بقياس العنبة، وقياس العنبة في الدقيق راه كل كاس كيساوي 100 غرام. طريقة، فغادي ناخذ البيض، غادي ندير في الخلاط الكهربائي البيض هكا، نولي نضيف ليه السكر، سكر فاني، الزيت، والحليب. وغادي نضيف ليهم حتى هاد الكاكاو المر جوج معالق كبار، غادي نخلط كلشي ونتلاقاو البنات. هنا كيف كتشوفوا من بعد ما خلط الخليط ديالنا، غادي نفرغوا دابا في هاد الاناء بحال هكا. الكيكه هادي كي سميتها كيكه الحليب، لان غتسقب واحد الكميه ديال الحليب اللي مهمه، كتجي رائعه بزاف هاد الكيكه البنات. فتا هي نتمنى تجربوها من ضمن الكيكات اللي كتجربوا ديالي وتا يعجبوكم. الصراحه كنشكركم بزاف بزاف. فغادي نضيف الدقيق، قلت لكم 4 الكيسان عنبه ديال الطحين، غادي نضيف جوج كيس ديال خميره الحلوى، وغادي نخلط ونزيد كمل 4 كاملين. صافي غادي نخلطها، غادي نديرها في المول اللي خديت دابا من عند صاقة اللي وليتكم البنات. ها هو دهنتو بالزبده رشيتو بالطحين، وغادي ندخلو الفران. الفران كندير الفران بارد كيف كنقول لكم، كنشعل عليه غير من التحت وكنخليه على 180 درجه حتى وكان يطيب ليا الكيك. هذا غادي يطيب لينا في واحد 40 حتى 45 دقيقه، درجه الحراره 48 درجه الحراره 180. غادي نفرغوا دابا في المول، صافي غندخل الفران طيب، ومن بعد ما طيب تلاقاو باش نشوفو كيفاش نسقيوها ونزينوها. الكيك ديالنا مني خرج مني طابت خرجتها من الفران، هانتو البنات راه تجي يعني منفوخه وعاليه. فدابا اشنو غادي نبغي، غادي نحتاج واحد 400 مللتر ديال الحليب السائل هكاك بارد. دابا غادي نخليها تبرد واحد دقيقه ولا جوج، وغادي نتلاقاو باش نسقيوها كامله بهذا الحليب. داكشي علاش حنا مسمينها كيكه الحليب. كيف كتشوفوا خليتها دابا تقريبا واحد جوج دقائق، فغادي ناخذ الحليب وغادي نبقى نسقيها كامله البنات، نسقيها كامله 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 تسقى. هانتو راه اللي خويتو كيتشرب، ما تخافوش من الكميه ديال الحليب البنات، لان بزاف تيتخوفوا، ما تخافوش.
هانتو راه اللي خويتو كتشربو. هانتو صافي دابا غادي نخليها واحد الساعه حتى لجوج سوايع، ومن بعد عاد نتلاقاو باش نزينوها بالصوص الشوكولا من الفوق. من بعد ما خليت الكاك ديالي راه بردات دابا تقريبا جوج سوايع، فدابا غادي ندوز نوجد الكانوش اللي غادي نزينوها به. خديت شويه ديال الشوكولات تقريبا هنا شي 8 ديال المربعات ذوبتهم، وغادي نضيف لهم دانيت شوكولا. هذه كتبقى اسهل صوص اللي ممكن توجديها ورخيصه، يعني رخيصه واو ميم طون يعني زوينه بزاف وكتكون ناجحه. ها كنبقى نخلط فيه حتى كتولي عندي واحد الصوص هزلفه شويه سخونه مع ذوبت الشوكولاته انا غير في الميكرووند. صافي غادي نبقى نخلطها فيه حتى كيولي لامع. ها صافي انا غادي نقلب الكيك ديالنا في الطبسيل وغادي نزوقوها به. هنا من بعد ما قديت الصوص قدامكم درتها هنايا، ممكن ديروها غير شي بلاستيكه ولا بلاش. فهنا غادي نقلب الكيك ديالنا، ها هو شوفوا كيف كيجي، كيجي رائع بزاف بزاف. هانتو كيجي عالي وكيجي مسقي مزيان 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 البنات. فدابا غادي مباشره غادي ناخذ صوص الشوكولا ديالنا. فهنا غادي ناخذ صوص الشوكولا وغادي نبدا نزين بها هاد الزواقات هادو. فممكن تخويو عليها كامله. صافي غادي نبقى بحال هكا تنزوقها كامله، وممكن ديروا على اي نوع مكسرات عندكم. وهنايا غادي نرشو بهذاك الفول السوداني بنكهه البيستاش اللي كنت درت معكم واحد المره، غير بحال هكايا. فاللون الاخضر تيخرج صافي غير بحال هكا، وغادي نقدموها بصحه وراحه. دابا من بعد ما كملتها فالتزيين كيف شفتوا بسيط، فدابا غادي نقطع لكم طريف باش تشوفوها كيف كتجي من الداخل. هانتو كيف كتجي، نحطها لكم في الطبق. كتجي مسقيه واللي عزيز عليهم الكاك معلق.